والله طبعا احنا شايفين طبعا السنوات اللي فاتت بقى لنا طبعا احنا ابطال افريقيا من 98 2006 2008 2010 والفتره اللي فاتت طبعا كاس الامم طبعا داخلين على تصفيات كاس الامم اللي الفتره اللي جايه وعندنا ماتش طبعا السنغال ماتش صعب جدا يوم 5 في الجاي دوت وعندنا ماتش تونس بعد كده انا حاسس طبعا منتخب مصر ما هوش رابطه الاساسيه اللي هي بتقوي في المدرج او بتشجعه 90 دقيقه في المدرج طبعا الشباب دي كلها معظمهم اهل وزمالك وجميع الانديه حاولنا طبعا نتواصل مع بعض الفتره اللي فاتت وطبعا عشان انا طبعا يعني الواحد يعني بيشجع فيهم وكده قالوا لنا لازم نعمل حاجه منتخب مصر الفتره الجايه دي الناس اللي بتحب مصر للعوده المدرجات يعني اللي بيحصل والمشاكل وكل يوم اقتحامات ومش عارف الكلام اللي بيحصل ده هل انتوا راضيين عن لا 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 مفيش حد راضي اصل المشجع المصري او مشجع الكوره ده بالذات ليه عنده كده طاقه عايز يفضيها في المدرج بيزعل جدا قوي احنا فكرنا الناس دي بتحب مصر جدا ونفسنا نكون في المدرج جدا وفي خلال الناس ديت هي من خلالها احنا ومن خلال الحاجه اللي احنا عاملينها النهارده ديت احنا اللي هنرجع الجمهور تاني وان شاء الله احنا مع الكابتن شوقي غريب والكابتن جمال علام واتحاد الكوره وان شاء الله في كل حته بنسافر مع منتخب المدرجات تاني والعوده والمشهد الجميل والاعلام ده اكيد ده زي ما انت شايف كده حضرتك علم مصر ده بدم يعني ان شاء الله هنرجع المدرجات التراس اهلاوي التراس اهلاوي جاي النهارده والوقفه ديت عشان منتخب عشان مصر عشان منتخب مصر مشتاقين طبعا ان احنا نرجع تاني للمطوشه ونرجع زي الاول وان شاء الله هتبقى مطوشه حلوه باذن الله والجماهير هترجع من تاني ومصر هترجع من تاني وجمهور مصر ان شاء الله هيرجع من تاني واحنا كلنا بنحب مصر دي جماهير محترمه شباب واعي عارف بيعمل ايه انا رهنت عليهم وان شاء الله حران عليهم في الفتره اللي جايه ما حدش هيقدر ياخدهم ولا يوديهم شمال ولا يوديهم يمين ولا حد هيشغلهم في السياسه اللي اشتغل في السياسه راح لكن الناس دي بتحب مصر تحب انديتها دول مش من نادي واحد دول من مجموعه انديه كلها وسالهم كل واحد اللي هيقول لك زملكاوي اهلاوي كل حته فانا معاهم ان شاء الله وموجود معاهم ان شاء الله هيكونوا موجودين في المدرجات قبل ما اقول الرساله لوزير الداخليه اقول الرساله لرؤساء الانديه انزلوا للروابط بتاعتكم واقعدوا مع روابطكم واقعدوا مع جماهيركم هتحلوا كل مشكلتكم احنا عايزين الجماهير دي في المدرجات انا عايز الدوري الجاي يبقى بالمدرجات خلي رؤساء الانديه ينزلوا للمدرجات للجماهير بتاعتهم وهيحلوا كل المشاكل هم دول جماهير الكره الحقيقيه اللي هو بيساند منتخبات بلده وبيشجع فرقته الناس ملهاش اتجاهات ويمكن الكابتن شوبير اتكلم في القضيه دي كتير جدا وخدت منه مساحات كتيره جدا واتهاجم كتير جدا لانه بيقول الحق وبيقول الحق فيها ويمكن انا كلمت كابتن شوبير اكتر من مره وكنت بسنى على ما بيقوله بالنسبه لموضوع الالتراس لان احنا عايزين الامور تستقر لكن الناس اللي هي بتتاجر بالمساله والناس اللي هي لها اتجاهات والناس اللي هي اللي بتتاجر والناس اللي هي بتقبض عشان تعمل مشكله ولعلمك وانا بقول للكابتن شوبير اهو اقسم بالله المجموعه المسيسه اللي احنا عارفينها بيرتبوا للجامعه من الوقت فانا ارجو ان احنا نفرق ما بين المسيسين واللي داخلين يستمتعوا اللي عايز يدخل يستمتع ويتبسط ويرقص ويغني ويعمل اللي هو عايزه اهلا وسهلا في اجراءات وضوابط لازم تتحط انا شايف ان في يعني قنوات اتصال ما بين السيد وزير الرياضه المهندس خالد عبد العزيز واتحاد الكره ووزاره الداخليه وفي اتصالات والوزير اكد ان في عادات قعدها مع الشباب والحاجه الثانيه اللي انا برجوها وارجو ان الكابتن شوبير في برنامجه المحترم الملعب يلمس عليها ان المخرجين كان لهم دور كبير جدا في اللي بيحصل ينقل لليوفط والمساء اكتر من مره ينقل للولد وهو عامل لي بطل بشمروخ ولا بيهين ضابط شرطه ولا فرد شرطه ما يصحش احنا عايزين نبدا بدايه جديده والمنظومه كلها يبقى ايديها في ايدين بعض